هاي طور المصريين القدامى أول أشكال الأقفال من حوالي 4000 سنة وكانوا مصنوعين من الخشب، ونوجد أول قفل بيتبوت أحد المصريين. أما الحرفيين البريطانيين فطوروا الأقفال المعدنية حوالي سنة 900 قبل الميلاد. بمصر القديمة كانت الأقفال رمز للغنى لأنه عدد كتير قليل من الناس كان يقدر يحصل عليها، وكان معظم الناس يقفلوا بوابهم بالحبال. لعبت الأقفال دور مهم خلال الحروب بصد الهجومات وحميت مدينة تروي لفترة طويلة من الزمن. يعتبر المفتاح رمز كبير، والدول ممكن تقدم مفتاح مدينة لشخص لا تكريمه. مين قال إنه بون ديزار بيحتوي على أكثر من 700,000 قفل بيحطون العشاء قبل ما يكبوا المفتاح بالنهر للتعبير عن ارتباطهم للأبد؟ أنا قال، بشوفكم بكره.